ألم تغتمض عيناك ليلة أرمادا وبت كما بات السليم مساهدا وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهدادا ولكن أرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفايا عاد فأفساد شباب وشيب وافتقار وثروات فلله هذا الدهر كيف تردد وما زلت أبغي المال مذ أنا يافيع وليدا وكهلا حين شبت وأمرادا وأبتذل العيسى المراقل تغتالي مسافات ما بين النجير فصرخادا ألا أيها ذا السائل أين يهمامك فإن لها في أهل يثرب موعدا فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشاب حيث أصعد فأما إذا ما أدلجت فترى لها راقبين جديا لا يغيب وفرقادا وفيها إذا ما هجرت عجرفيات إذا خلت حرباء الظهيرة أصيادا أجدت برجليها النجاء وراجعت يداها خنافا لينا غير أحرادا فآليت لا أرثي لها من كلالات ولا من حفيا حتى تزور محمدا متى ما تنيخي عند باب ابن هاشم تريحي وتلقي من فواضله نادا نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجادا له صدقات ما تغيب ونائل وليس عطاء اليوم مانعه غدا أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصادا فإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن سهما حديدا لتفصيدا ولن نصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فعبودا وذر رحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيادة وصل على حين العشية والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمد ولا السائل المحروم لا تتركنه لعاقبة ولا الأسير المقيد
ولا تسخرا من بائس ذي ضرارات ولا تحسبن المال للمرء مخلدا ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا.